سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة، قالت له أمه: إنك تقول إن دينك جاء بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وكان سعد من أبر الناس، كان شديد البر بأمه، فقالت: إن دينك يأمرك بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام، فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بدينك، فإذا مت عيرت بي فيقال يا قاتل أمه. فقال لها سعد، وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، يفتحون فمها بالعصا لأن تأبى أن تأكل وتشرب، حتى يعير سعد بها طيلة العمر. وكما قلت لكم كان من أبر الناس. فقال لها: يا أم، كلي أو دعي، فوالله لو كانت مئة نفس لك فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين. فأنزل الله عز وجل قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوالد لطاعته حدود، والوالدة وأي إنسان في الدنيا لطاعته حد، إلا الله ورسوله فطاعتهما مطلقة. كل إنسان في الدنيا طاعته مقيدة بقيدين: القيد الأول الاستطاعة، القيد الثاني المعروف. فإذا أمرت بما لا تستطيع سقط الأمر، سقط وجوبه، وإذا كان في الاستطاعة لكنه حرام سقط وجوبه. لكن طاعة الله ورسوله مطلقة لا حد لها. فإذا مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، فجاء الوالد فقال: احلق اللحية، حينئذ تعارض أمران، تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالد. لماذا يجور الوالد على أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يجور؟ حينئذ يأتي الشاب يستفتي، فنفتيه بالفتوى الآتية: الأب يقول له إذا لم تحلق اخرج من البيت، فنقول له: أطع ربك وأطع أباك، لا تحلق لحيتك واخرج من البيت، لا تجلس في البيت على رغم والدك، لأن خروجك من البيت مستطاع ويطاق، فلا تخالف أمره إذ أمرك بالخروج، إذا أطع أمر والدك واخرج من البيت، وأطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحلق. لكن كثير من الناس يجور على حق النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، وهذا لا يجوز. بعض الذين يدركهم الخور والضعف يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعون آباءهم، وهذا ليس له نظير عند الصحابة. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ولا قريبا من ذلك. وهذا سعد بن أبي وقاص يضرب لنا المثل ويضرب لنا الأسوة. يقول لأمه التي هو أبر الناس بها: والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين. في حدود فاصلة لا يتعداها الإنسان على الإطلاق.
مثلا وموقف آخر لصحابي لا تعرفه الجماهير لكنه بطل مغوار وفارس شجاع نسيج وحده. وروى الإمام مسلم في صحيحه خبره العجيب وهو سلمة بن الأكوع. سلمة كان رجلا شجاعا وكان عداء سريعا لا يلحق. يقول سلمة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن 14 مئة، 1400، فأتينا على البئر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية على شاطئ البئر وعندها 50 شاة لا ترويها، يعني ليس في البئر ماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على جبل ركية إما دعا وإما بصق، فجاش ماؤها فارتووا جميعا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، فرآني قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك أول الناس. قال: وأيضا؟ قال: فبايعته، أي للمرة الثانية، ورآني عزلا، أي ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة. قال: فلقيني عمي عامر بن الأكوع عزلا فأعطيته الحجفة أو الدرقة. فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك أول الناس وأوسط الناس. قال: وأيضا؟ ثم قال: أين حجفتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم راسلنا المشركون الصلح حتى اختلط بعضنا ببعض ومشى بعضنا في بعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال: واختلطنا نحن وأهل مكة فجئت شجرة فكسحت شوكها، كنس تحت الشجرة، ونمت اضطجعت، فجاء 4 من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم وتركت الشجرة وتنحيت واضطجعت تحت شجرة أخرى، وعلقوا أسلحتهم على الشجرة. قال: فما هو إلا أن مضى وقت حتى سمعت صوتا من أسفل الوادي ينادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زني. قال: حينئذ قمت فاخترطت سيفي، أي أخذته من جرابه، وقمت على رؤوس هؤلاء 4 فأخذت سيوفهم فجعلتها ضغثا في يدي حزمة، وقلت لهم: والذي أكرم وجه محمد لا يرفع أحدكم وجهه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل على فرس مجفف يسوق 70 من المشركين، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فأنزل الله عز وجل في ذلك:
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. قال: ثم رجعنا وكان بيننا وبين بني لحيان وهم المشركون جبل، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل، قال: فصعدت الجبل مرتين أو ثلاث مرات في هذه الليلة. قال: ثم رجعنا إلى المدينة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مع رباح، الظهر اللي هم مواشي الإبل والبغال والحمير. قال: وخرجت مع رباح وهو غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي فرس طلحة أنديه. قال: فلما أصبحنا إذا منادي ينادي أن عبد الرحمن الفزاري قتل غلام رسول، قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الظهر جميعا. قال: حينئذ قلت لرباح: خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة بن عبيد الله وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الرحمن الفزاري قتل راعيك واستاق ظهرك أجمع. قال: سلمة. ثم انطلقت وراءهم، وكانوا مجموع، أرميهم بالنبل وأنا أرتجز: خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع اللي هم اللئام، يقال لئيم راضع، لأن اللئيم كان إذا أراد أن يرضع من لبن الشاة مثلا كان يمص لبنها من ثدي الشاة حتى لا يسمع الناس أنه يشرب فلا يشركونه في اللبن، فيقال لئيم راضع. فاليوم يوم الرضع، يعني هو ده يوم اللئام. قال: فلا زلت أرميهم بالنبل وأنا أقول: خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فلا زلت أرميهم وأعقر بهم، وكلهم بيجروا أمام، حتى إذا جاءوا متضايقا من الجبل صعدت فوق وجعلت أرديهم بالحجارة، فوالله لقد تركوا كل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا 30 بردة و30 رمحا يستخفون، بيخفف نفسه لأنه بيفر، فأي شيء يسبب يعني ثقل الحركة والمشي والجري يتركونه. قال: وجعلت على كل ذلك آراما وعلامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى جاءهم فلان ابن بدر الفزاري وجلسوا يتغدون، وجلسوا يتغدون. قال: فجلست على أكمة، فقال هذا الفزاري: ما لكم وما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقد عانينا من هذا البرح منذ غلس، والله ما تركنا حتى أخذ كل شيء في أيدينا. فقال لهم: فليقم أربعة منكم له. قال: فصعد أربعة الجبل. فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم: ألا تعرفوني؟ قالوا: لا، من أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والله لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فقال رجل: أنا أظن، يعني لا يستطيعون ذلك. قال: فرأيت غبار فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أولهم وصولا الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة، وعلى إثره المقداد بن الأسود. فأمسكت بعنان الأخرم وقلت له: احذر، لا يقتطعوك، انتظر حتى يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأخرم: يا سلمة، خل عني، إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فتركته، فبارز عبد الرحمن الفزاري فقتله عبد الرحمن، ثم إن الأخرم قتل فرس عبد الرحمن وعبد الرحمن قتل الأخرم،
فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم وفر به، فتبعه أبو قتادة فقتله، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أجري على قدمي حتى ما أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى غبار فوارسهم. كان عداء سريعا جدا. قال: وانطلقت خلفهم يضربهم بالنبل، فظفر بواحد منهم فضربه بسهم في كتفه، فقال لها له: خذها وانا ابن الأكوع. قال: فكلته أمه أكوعه بكرة، يعني هو أنت الأكوع اللي بتطاردنا من بكرة النهار؟ قال: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. قال: وتركوا فرسين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند بئر ماء اسمه ذو قرد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، وذبح له بلال ناقة، وجعل يشوي له من كبدها وسنامها. فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خليني أنتخب 100 رجل ونتبع القوم. نفس طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال: نعم، والذي كرمك. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليقرون الآن في أرض غطفان. يعني واحد عزمهم وذبحوا جزورا وبيسلخوا فيه. فجاء رجل من غطفان فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق سلمة هو مجموع، ما تركوهم يأكلوها، تركوا الجزور مسلوخة وفروا لا يلون على شيء. قال سلمة: ثم رجعنا قافلين إلى المدينة، وركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وهم رجعين كان هناك رجل لا يسبق شدا، رجل سريع جدا، ما هناك أحد أبدا يسبقه، وهم رجعين بقى للمدينة بسلوا نفسهم، فقال هذا الرجل: ألا من مسابق إلى المدينة؟ وجعل يكرر: ألا من مسابق، وسلم ساكت. فلما أكثر الرجل أن يقول ألا من مسابق، فقال له سلم: ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ متفكر نفسك يعني الوحيد في الدنيا؟ قال: نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش حد في دماغه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفزه، فقال سلم: يا رسول الله، أتأذن لي أن أسابقه؟ قال: إن شئ. فنزل من على العضاء وقال له يلا. هو سلم قفز قفزتين، قال: فربطت عليه شرفين، يعني سبقه بمرحلتين، قفزتين فقط، وصاحبنا جاي يجري على آخر. كان سلم شم نفسه، قال: فارتبطت شرفين أستبقي نفسي، يعني إيه أخذ نفسي كده، على ما صاحبنا حصله كان سلم استريح، فقفز قفزتين أيضا وفضل يقفز قفزتين إلى المدينة. قال: فوصلنا إلى المدينة ما هي إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. حياتهم كلها كانت جهاد وكانت بذل، لسه رجعين من الحديبية، 3 ليالي فقط قضوها في المدينة. ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى خيبر. قال: فجعل عمي عامر يرتجز: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وإنا عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا المرتجز؟ قال: أنا عامر. قال: يرحمك ربك، أو قال: يغفر لك ربك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل يخصه بذلك استشهد. فقال عمر بن الخطاب لما سمع ذلك: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر، عرف أنه هيموت، تو ما استغفر له
عرفوا أنه سيقتل في المعركة. فلما وصلوا إلى خيبر خرج مرحب وكان ملكهم، قال مرتجزا: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج عامر بن الأكوع وقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. وبدأوا الطعام، فمرحب ضرب الخوزة بتاعت عامر، فأراد عامر أن يسفل له حب أن يفادي الضربة ويضربه من تحت، فرجع عامر إلى ذباب سيفه فقتل نفسه، وهو بيفادي نفسه عايز يسفل السيف بتاعه قطع أكحله، قطع أكحله فمات. فقال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال سلمة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي. فقال: ما يبكيك يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله، قال جماعة من أصحابك بطل عمل عامر. قال: كذب من قال ذلك، له أجره مرتين. قال: ثم دعا علي بن أبي طالب وهو أرمد وقال: لأعطين الغاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فجئت بعلي أقوده لا يكاد يرى، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم أعطاه الغاية. فجاء مرحب ملك خيبر يخطر وتفاخر ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي بن أبي طالب وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالطعن كيل السندرة. ثم تبارزوا فقتله علي بن أبي طالب ثم كان الفتح.